© اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان تحياتي لكم واسعد الله المساء بكل خير ادعوكم في بدايه هذا الفيديو الى مشاركته والاكثار كذلك من القلوب والجيمات وبالمناسبه نحيي كل الاوفياء لهذه السلسله من اللايفات وبالمناسبه ايضا نبلغ تحياتنا لاشقائنا في أكثر من مكان وأهالينا كذلك مخيمات العزة والكرامة المناطق المحتلة زريبة السادس كذلك الجزائر وموريتانيا وكل البلدان العربية والأوروبية كندا وأستراليا الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا اللاتينية وفي كل مكان من هذا المعمور إذا لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم الليلة سنناقش المسؤولية أو نوجه السؤال إلى صاحب الدجاجة في المغرب من المسؤول عن اللاجئين أو عن المغاربة الذين قرروا وضع طلبات اللجوء في سبتة سنناقش هذا الموضوع باستضافة أو باستفاضة إن شاء الله الرحمن الرحيم إذا لا تنسوا مشاركة الفيديو نحن في ستين أحمد تفاريتي مرحبا وسهلا شيخ سالم مرحبا وسهلا قبل ذلك سنذهب إلى بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية الذي صدر هذا المساء تحت عدد 265 والذي يقول بأن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد نفذت هجمات جديده ضد قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار. يوم الثلاثاء اغسطس 2021 استهدفت وحدات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي شكرا شكرا باقصاف عنيفه ومركزه خلفت هلعا شديدا وذعرا في صفوف جنود الاحتلال في المواقع التالية قصف قصف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أودي الزيات قطاع الفارسية قصف قصف قوات الاحتلال بمنطقة أم الدقن قطاع البقاري قصف أو قصفت أيضا تمركزات قوات العدو بمنطقة الارثاثيات قطاع القلتة قصف جحور قوات الاحتلال بمنطقة قرارة الفرسي قطاع المحبس كذلك قصف نقطة انذار العدو 211 بمنطقة تديم مركبة قطاع المحبس قصف تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة خنقة حورية قطاع السمارة كما أشار البلاغ وستين إلى أن مفارز متقدمة من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت نيران أسلحتها في وقت سابق من يوم أمس الاثنين الثالث من غشت 2021 مستهدفة مواقع قوات الاحتلال الغازية بقطاع حوزة بمنطقة رأس القطيطيرة الوسطاني وتخندقات قوات الاحتلال بمنطقة رأس قصبة النخل وتمركزات العدو برأس القطيطيرة الشرق الشرقي ونصف نقطة انذار العدو الحادية والاربعين براس القطيطيرة الغربي مع الاشارة طبعا في نهاية هذا البلاغ الى ان عمليات جيش التحرير الشعبي الصحراوي متواصلة منذ الثالث عشر من نوفمبر 2020 اذا مجموعة من التطورات تعرفها القضية الصحراوية على كافة المستويات يعني لا المستوى الامريكي ولا مستوى ايضا على المستوى الاوروبي على المستوى الاوروبي آه الاتحاد الاوروبي يعني يتحدث اليوم آه في آه يعني على لسانه الممثل الاعلى للسياسه الخارجيه والامنيه في الاتحاد آه جوزيف بوريل يقول بانه يتابع الوضع في الاراضي المحتله ويؤكد دعمه لجهود المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ تدابير مستقله وذات مصداقيه لضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان. وشدد المسؤول الاوروبي في رد مكتوب على اسئله وجهها النائب بالبرلمان الاوروبي برناندو بارينا ارثا اطلع موقع صمود على نصه شدد هذا المسؤول الاوروبي على ان الاتحاد الاوروبي يؤيد الجهود الجاريه من طرف الامم المتحده الهادفه الى ايجاد حل عادل ودائم لقضيه لضمان طبعا لضمان لجهود الامم المتحده الهادفه الى ايجاد حل للقضية على مستوى الأمم المتحدة بما يتوافق وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة كذلك أشار المسؤول الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة مجلس الأمن بضرورة تطوير وتنفيذ تطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مستقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي ذلك اشارة الى الوضع المتردي لحقوق الانسان في الصحراء الغربية اللي يعني يتاكد يوما بعد يوم انه فيه المسؤولية المباشرة والكاملة لنظام الاحتلال المغربي الذي لم يحترم حقوق الانسان في الصحراء الغربية منذ دخوله محتلا في 1975 انما يعني الان تطور آليات انتهاكه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية على مستوى الأمم المتحدة هناك إشارة كذلك من الأمم المتحدة بأنها متمسكة بمهمتها, بمهمتها في الصحراء الغربية وتتطلع إلى إيفاد بعثات بعثات لتقصي الحقائق إلى المنطقة من أجل تحسين الفهم الحالة في الميدان جاء ذلك أيضا على على مستوى الامم المتحده حيث اكدت ان الهدف الذي تتطلع الى تحقيقه بعثتها بالصحراء الغربيه هو النهوض بجهود الطرفين المغرب وجبهه البوليزاريو الراميه الى التوصل لحل يكفل لشعب الصحراء الغربيه تقرير المصير، شعب الصحراء الغربيه لتقرير المصير. سطر عندك العياشي الذي لا تؤمن سوى بعاش عاش عاش بدل ان تحتكم إلى الحقيقة وتدرك حقيقة هذا الموضوع وأبرزت وثيقة رسمية عممت يوم الجمعة اطلع موقع الصمود على نصها أن بعثة المينورسو ستقوم بتشجيع الطرفين على مواصلة المناقشة بشأن مسألة الصحراء الغربية من أجل تحديد عناصر الالتقاء من خلال مشاورات ثنائية بما في ذلك مشاورات مع البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا والقيام بزيارات للمنطقه لعقد اجتماعات مع الاطراف المحاوره الرئيسه وغير ذلك من الانشطه التي تعتبر مفيده في هذا الصدد. المقال ايضا يشير الى ان الامم المتحده تخطط لايفاد بعثات لتقصي الحقائق الى المنطقه من اجل تحسين فهم الحاله في الميدان. ومن اجل تحسين التنسيق مع الشركاء من الامم المتحده وغيرهم من اصحاب المصلحه. وتوقعت الوثيقه ان تسفر الجهود بعد الاعلان عن تعيين مبعوث شخصي جديد عما يلي: اولا بناء مزيد من الثقه وتعزيز مشاركه الطرفين في العمليه السياسيه. مواصله تقديم الدعم من جانب المجتمع الدولي للعمليه السياسيه وفيما يتعلق بالعوامل الخارجيه تستند الخطة الشاملة لعام 2022 إلى الافتراضات التالية استمرار الطرفين في إبداء استعداداتهما أو استعدادهما للقاء من أجل إجراء مفاوضات مباشرة بقاء الحالة الأمنية مواتية لتحقيق الهدف الذي تبتغيه البعثة للمنطقة فيما يتعلق بالتنسيق والاتصال ما بين الوكالات ستواصل بعثة المنورس الحصول على الدعم للزيارات وتلقي المعلومات عن التطورات في الصحراء الغربيه، وستقوم كذلك بالتنسيق والتواصل مع مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بزياره مخيمات اللاجئين الصحراويين، وبتدابير بناء الثقه. وستبقى او ستبقي ايضا على اتصال او ستبقى ايضا على اتصال وثيق بمفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان في جنيف بشان المسائل المتصله بحاله حقوق الانسان في منطقه يعني توجد تحت مسؤوليتها. اذا مجموعه من التطورات الى جانب المخاوف اللي يعني اثيرت على مستوى الولايات المتحده الامريكيه بضروره الا يتم بيع الطائرات المسيره لنظام الاحتلال المغربي لانه ممكن ان يرتكب بها حماقات ضد المدنيين. يعني هذه ايضا من التطورات التي تحدث. اذا هناك مجموعه من من الاحداث التي تجري سواء في الكواليس او تجري ايضا على مستوى الاعلام او تجري بين الاطراف المعنيه بالقضيه يعني الطرفين اللي هما جبهه البوليزاري والمغرب وايضا اللي يعني الدول المجاوره اللي معنيه بشكل او باخر ايضا بالنزاع اللي هي موريتانيا، والجزائر كل ذلك يصب في 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 هدف واحد والله والله حقيقه واحده اللي للشعب المغربي ان يفهمها وان هذا الصراع ليس بسيطا وان هذا هذه القضيه ليست بالبساطه التي يصورها لكم الاحتلال المغربي وليست ب بالشكل الذي يحاول جاهدا يوميا في كل ثانية وفي كل دقيقة وفي كل لحظة أن يطرحه بين أيديكم مستعملا مستعملا إياكم في هذه المعركة ومختبئا وراءكم يعني هو لا يستطيع لا يستطيع أن يحسم الموضوع بدبلوماسيته والله ب بجيشه فيستعملكم أنتم كحطب لهذه المعركة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو على مستوى اليوتيوب أو من خلال الدفاع عن فكره يعني لا تفهمونها ابدا اذا يجب ان يفهم الشعب المغربي انه موضوع الصحراء الغربيه موضوع جوهري جدا بالنسبه للشعب الصحراوي وان الاستقلال استقلال الصحراء الغربيه وحصولها على حقها الكامل في تكوين دولتها وممارسه السياده على ارضها هي مساله وقت هذه مساله وقت باذن الله تعالى ليست مسألة ليست مسألة وهمية كما يحاول الاحتلال المغربي أن يصورها لكم هو حتى في خطب صاحب الدجاجة يقول لكم بأن هذا جسم غريب والله هذه جمهورية وهمية والله هذا هؤلاء وهم والله هؤلاء شرذمة والله هؤلاء قطع طرق ولكن انظروا إلى العالم يتحدث عنهم حتى العالم يتحدث عن سلميتهم ويتحدث عن حكمتهم ويتحدث عن حقهم ويتحدث عن ضرورة إيجاد حل لقضيتهم، عكس ما يصور لكم المحتل المغربي، يصور لكم على أنه هؤلاء قطاع طرق، وأنهم مجرمون، وأنه يجب أن يكونوا مصنفين مع الإرهاب، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أبدًا عملية إرهابية في المغرب، ويستطيعون يستطيعون أن يقوموا بأكثر من عملية إرهابية على طول هذه 45 سنة، ولكنهم ليسوا ليسوا دعاة إرهاب، وليسوا دعاة حرب. ولا تسمح لهم لا أخلاقهم ولا عدالة قضيتهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال التي لن يتردد الاحتلال المغربي أن يقوم بها وهو يقوم بها لأن كل ما يوصف أو كل ما يفعله الاحتلال المغربي سواء في حقنا حتى احنا يعني ليس فقط في حق ليس فقط في حق المناضلين الذين يوجدون على الميدان ولا المناضلات والله على الـ 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 اهالينا في مخيمات العزه والكرامه، والله ضد جيشنا الشعبي الصحراوي، بل حتى ضد اولئك الذين يشتغلون في قلب المغرب. كلما رأى الفرصه من اجل ان ينتقم من انسان صحراوي، وينتهك حقوقه، ويحاول ان يركع يركعه كما يركع بقيه العبيد، لن يتردد في ذلك. لن يتردد لحظه واحده في ذلك، وراكم شايفين يعني حملات التشهير، وحملة السب والشتم ومحاولة النيل من المصداقية ومحاولة الطعن في الشرف يعني كل كل الأساليب التي تستعمل هي أساليب معروفة عن هذا النظام الذي لا يستطيع أن يواجه الذي لا يستطيع أن يتحمل مسؤولياته حينما يتخذ قرار نحن الحمد لله اتخذنا قرار ونتحمل مسؤوليته واحنا قادرين على المسؤولية من هذا القرار وقادرين على اننا نستمر واستمرينا عشر سنوات الحمد لله ونحن ندافع عن حقوقنا بشرف ومروءة وما ولم ننزل الى مستواهم ولم ما لا ابائهم ولا امهاتهم ولا اصولهم ولا كذا لانه يمنعنا تمنعنا عداله قضيتنا من ان نفعل ذلك ويفعلنا وتمنعنا اخلاقنا من ان نفعل ذلك ويمنعنا شرفنا ان نفعل ذلك، بل الذي ليس له شرف هو الذي يستطيع ان يفعل اي شيء او يستعمل اية اداة في معركته. هذا هذا معروف جدا. الاحتلال المغربي حينما يقول للانسان الصحراوي بانك جسم دخيل، هذا لانه ما عنده حجه، ما عنده حجه من غير ذلك. متجاوز موضوع دخيل او ما هو دخيل، هذا العالم كامل يعترف بانه هؤلاء صحراويون يجودون في في ارضهم. العالم كامل يعترف بها، الا صاحب الدجاجه فانه لا يستطيع، لم يستطع ان يمحو الصحراويين، ولا اباه استطاع ان يمحو الصحراويين، وهم جميعا لم يستطيعوا ان ينالوا من من الصحراويين ويسلبونهم حقهم، ولذلك يلجؤون الى ماذا؟ انكارك، انكارك، انت غير موجود وهو لكن هو يحاربك في كل لحظه، بل هو يستيقظ وينام عليك. يعني كل أحلامه مرتبطة بك ولكنه من أجل أن يكذب ما عنده مشكلة هو يكذب اليوم ويكذب غدا ويكذب غدا ويكذب الأسبوع الجاي ويكذب الخطاب الجاي ويكذب في المناسبة الجاية ما عنده مشكلة ما عنده مشكل أدلة كذبه تبارك الله أينما وليت ولكن ما يحشم ما يحشم حتى حتى كذب ما يحشم إحنا إلى كذبنا نحشم احنا احنا الى عدلنا الشيماء صالح اننا نحشمه نتوارع عن الارض هو لا هو يعني بي سبحان الله يعني وجهه مقصدر كما يقول المغاربه وجه كل من كل من يدافع عن سبحان الله وجهه مقصدر كما يقول المثل الدارجي او الكلمه الدارجيه يعني ما يحشمه ممكن على انه يكذب ويتم يكذب ويظل يكذب ويبات يكذب والعام كامل يكذب ولكنه لا يكذب سوى على نفسه. الصحراويون ليسوا دخلاء. الصحراويون ليسوا دخلاء. انه شعب ابي، شعب مسالم، شعب جسور، شعب كذلك لا لا يستسلم، لا يستسلم امام حقوقه. شعب لا يستعمل الوسائل غير قانونيه في الدفاع عن حقوقه. لا يستعمل الوسائل غير الاخلاقيه في الدفاع عن حقوقه. بينما المحتل المغربي يمكن يستعمل اي شيء. ويمكن ان يتعامل مع مع الانذال بطريقه يعني غريبه جدا يعني يبحث عن الانذال ويستعملهم في 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 يعني في الدفاع عن 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 بقائه في المنطقه، من ضمن يعني هذه الاخبار اللي تدل على على ان المحتل المغربي سبحان الله لا يبحث الا عن اولئك الذين يشبهونه. تصرفا وخلقا وأخلاقا من أجل أن يستعملهم ونتحدث عن أعوان الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية هذا اللي هما يعني جسم خطير جدا ضد ضد المشروع الوطني الصحراوي هؤلاء الذين يعني يبيعون أنفسهم يبيع تحياتي لك الأخ يحيى يبيعون أنفسهم يوميا يوميا للاحتلال المغربي ويؤذون أهلهم ويؤذون عشيرتهم ويؤذون جسمهم الصحراوي هؤلاء الذين يكذبون على الشعب الصحراوي كل خمس سنوات يقولون بأن هناك انتخابات ويزورون ويدلسون ويكدسون الأموال من أجل شراء الأكباش في الانتخابات ويزورون الانتخابات وبعد أن ينجحوا فيما يسمى بالانتخابات يسرعون في السرقة والله يكملوا مسيرة السرقة بل منهم من عمر في السرقة حتى وهو على مشارف الموت ولا زال ينهب ولا زال يسرق ولا زال كذا وما ما, ما تشهده مدينه العيون المحتله اليوم من اعمال البلطجه من استعمال الاسلحه البيضاء من طرف مجموعه من العصابات اللي مجهزه بسيارات رباعيه الدفع لترهيب الناس هؤلاء كنا قد تحدثنا او كانت تحدثت الينا بعض المصادر قالت لنا انه حمدي ولد الرشيد يقوم باتصالاته لاجل اخراج بلطجيته من السجن الاكحل في مدينه العيون المحتله لانه يحتاجهم في هذه المرحله. شوفوا شوفوا الى اين وصلت ما تسمى بالدوله؟ قال لك احنا عندنا الدوله. احنا دوله الحق والقانون، احنا المملكه الشريفه، كيف انه واحد ناخب مفسد فاسد رائحه فساده بلغت عنان السماء وحتى حينما تصل الانتخابات أو ما يسمى بالانتخابات يطلب المسؤولين في الزريبة لأن يفرجوا عن بلطجيته حتى يرهبوا الناس حتى يرهبوا الناس حتى يحملوا عليهم السيوف حتى يكسروا زجاج السيارات حتى يستعملوا ربما القاتل والجرح والدماء من أجل ماذا؟ من أجل قال الانتخابات يا سلام على هذه الانتخابات التي تستعمل فيها كل هذه الوسائل يا سلام يجب على الدول الأوروبية أن تستورد مع منكم يعني هذه النماذج في الانتخابات هذه نماذج خطيرة جدا هذه نماذج يعني سبحان الله نماذج فريدة فريدة في العالم فريدة انتخابات بالبلطجية بالسيوف بقطيع الريوس بقطيع الكرعين بقطيع العصب بالترهيب بالاختطافات سبحان الله هذه انتخابات أي انتخابات هذه انتخابات الغابة هذه انتخابات لا علاقة لها بالانتخابات هذه حاشة تسموها الانتخابات قولوا احنا عندنا واحد الجولة دائما جولة البلطجية خاصة تم زودها كل خمس سنوات وبعد ذلك فليعود البلطجيه الى السجون وحينما نحتاجهم بعد خمس سنوات سنطلبهم كذلك او سنطلب المسؤولين حتى يفرجوا عنهم ليساندونا في هذه الحمله. اذا هذا موضوع البلطجيه تكلمنا تكلمنا عليه والله تكلمت لنا إن مصادر عليه ولكن يبدو أن هذا أمر حقيقي من خلال أعمال العنف اللي حدثت في العيون المحتلة يوم أمس واللي من خلالها كسرت ياسر من سيارة الناس من طرف بلطجية يشير يعني واقع الحال على أنهم هم أولئك البلطجية الذين أمر حمدي ولد رشيد سلطات المخزن أن تفرج عنهم من الحبس لكحل حتى يساندوه فيما يسمى بحملته الانتخابية في نفس الوقت هناك توصلنا ب او ارسلنا حد معلومات ما نم تاكدين من صحتها ولكننا نشتركها معكم وتتعلق بما يسمى برئيس جهه العيون المحتله. يعني البلديه البلديه قابضه حمدي ولد الرشيد والجهه قابضة حمدي الصغير ولد الرشيد يا سلام يا سلام على الديمقراطيه الله على الديمقراطيه. يا سلام على ديمقراطيتكم. ديمقراطي تكون فريده جدا سبحان الله حتى لما تبغوا تسرقوا وحتى لما تبغوا تدلسو وحتى لما تبغوا تسطوا على ما, يش ما يسمى بالمؤسسات ما تعرفوا تسطوا على المؤسسات ما تعرفوا ما تعرفوا لان هذه هذه قمه البلاده لما يعود واحد قال له حمدي ولد الرشيد قابض البلديه واحد قال له ما حمدي ولد الرشيد قابض الجهه بلاده 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 وبلاء ومخزن ابلد منكم المخزن ابلد منكم إذا المعلومات اللي توصلنا بها هو أنه خ... خ... تحت مسمى خطير شركات رئيس الجهة في ميناء المرصى تشرف على تمرير وتأمين مرور 400 كيلوغرام من المخدرات الحشيش إلى الجزر الإسبانية هذا قلنا لكم بأننا خبر غير متأكد منه لكن أشتركه معكم شركات رئيس الجهة في العيون المحتلة تشرف في ميناء المرسى على تمرير وتأمين مرور 400 كيلوغرام من الحشيش شكون حشيش من حشيشي انا انا اللي حشيش حشيش الشعب المغربي مساكين الفقر اللي ما عنده حتى عشاء انما هو حشيش صاحب الدجاجه وحشيش المخزن 400 كيلوغرام من المخدرات الى الجزر الاسبانيه تق تقول هذه المعلومات بانها بأن مجموعة من المهربين التابعين لرئيس الجهة حمدي ولد الرشيد في شهر يونيو الماضي قاموا بتعويم كمية 400 كيلوغرام من القنب الهندي المعالج أو ما يسمى الحشيش من داخل ما يسمى المجمع الشريف المجمع الشريف الله على الشريف الله الله المملكة المغربية الشريفة الأسرة العلوية الشريفة المكتب الشريف للفوسفاط الله على الشرف هو الشرف مع الحشيش هو الشرف عادي يجيب الحشيش هو الشرف عادي يجيب البلطجية هو الشرف عادي يجيب الإحرام يا سبحان الله هذه علامات الساعة حقيقة هذه علامات الساعة ولكن لا تستغربوا في بلاد أمير المؤمنين كل شيء مباح كل شيء بالمقلوب إذا الكمية كميه 400 كيلوغرام من القنب الهندي المعالجه وما يسمى الحشيش من داخل المجمع الشريف للفوسفات بالعيون قد دخلت هذه الكميه من البوابه الثانيه وليس من البوابه الرئيسيه وقد ادخلها عامل بالشركه المعنيه في بناء الميناء المعدني الكائنه بالمرصى ارشيردون ارشيرودون. كما أعطى إلى أحد الحراس مبلغ أربعين ألف درهم لكي يفسح له المجال لتأمين تمرير المخدرات الأطر داخل مجمع فوس بكراع وشركة أرشيردون علموا بالأخبار ولزموا الصمت بعد تدخل أحد المسؤولين الكبار الذي يعمل في هذه الشركة لأن الأمر له, له علاقة برئيس الجهة ولتشتيت الانتباه بقية العاملين بأن الأمور تم التعامل معها غيروا توقيت الحراسة لبعض الحراس بين الليل والنهار وأضافوا حراسا آخرين نفس التدوينة تقول بأن هذه الحادثة ليست هي الأولى من نوعها بحيث كانت الأخبار تروج دائما عن تعويم المخدرات من ميناء المجمع الذي تعمل فيه شركة أرشي رودن قبل أن يفتضح أمرها في العملية الأخيرة في الشهر الماضي كارثة كارثة ولكنها شيء عادي جدا في, في 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 في, اماره المؤمنين عادي جدا عادي في اماره المؤمنين شي يبيع الحشيش والشريف يبيع الحشيش وهذاك اللي يبيع الحشيش هو الشريف وذاك الشريف هو الخائن والنزيه هو المسترزق والمسترزق هو النزيه عادي جدا والذي لا كفاءه له هو اللي يطلع واللي ما عنده كفاءه هو اللي يومزره عادي جدا في في اماره الزريبه اذا نطرح السؤال على صاحب الدجاجه موضوعنا هذه الليله من المسؤول عن كل هؤلاء الذين طلبوا اللجوء في سبته تعرفوا لما تصل اي دوله في العالم مرحبا وسهلا تغلى لما لما تصل تصل اي دوله في العالم على الرغم ان احنا المغرب لا نعتبره دوله المغرب نعتبره زريبه ما فيها قانون ما فيها مؤسسات ما فيها شيء قال له احترام حقوق الانسان فيها فيها المهم اللي اللي بغى يعدل شيء يعدلو المهم اللي يمكن يمكن راسو يعني ذاك اللي يبيع يبيع الى عدل يبيع الحشيش خاصو جزء من من المبيعات يشتري بهم المخزن ويفعل ما يشاء اذا المغرب لا نعتبره دوله لكن لما نقول بانه دوله دوله معينه دولة معينة أو نظام معين عنده الناس تفر لطلب اللجوء وهو ما عنده حرب يعني الزريبة اليوم ما فيها الحرب ما فيها قرطاس ما فيها صواريخ داخل ما فيها الرباط فاتنا مع الدار البيضاء ولا الدار البيضاء متفاتنا مع الرباط ولا مراكش متفاتنا مع اكادير والله اكادير عن هجموا هجموا بالصواريخ على على الصويره والله الصويره هادشي ما شفناه إذا معناه على أنه ليس هناك حرب وما كان شي قوة خارجية اللي شانش شي حرب على الرباط ولا الدار البيضاء خلو الصحراء الغربية لكن على الرباط والدار البيضاء كيف كيف يفر واحدين طالبين اللجوء طالبين اللجوء ومغاربة ولا يقد حد على أنه يصادر يصادر جنسيتهم، ولا يجد حد ينازعهم في جنسيتهم المغربية، ولا انتمائهم للمغرب، الجغرافيا، لأن المغرب راه هو الملك، الملك راه غير ضيف، لا ضيف وضيف ثقيل. إذا، لما يوصل الحال على أنه الناس عادت تطلب اللجوء، تطلب اللجوء في, في 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 السبتة، وتطلب اللجوء لأن وضعا خطيرا يوجد في المغرب. وهذا الوضع راه ماشي احنا اللي نقولوه لانه هو كإس... احنا 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 هؤلاء الذين نتحدث في الفيسبوك و... ونذرنا انفسنا لاظهار لي... لي... الحقيقه بشكل يومي على الرغم انه يعني امر متعب و... وفيه ياسر من العمل وفيه ياسر من الجهد وفيه ياسر من الالتزام ولكن نذرنا انفسنا لذلك احنا هؤلاء الذين نقوم بهذه المهمه شين قالنا؟ انتم تضخموا الامور انتم تكبروا الامور المغرب زوين المغرب تبارك الله مستقر المغرب فيه الخير المغرب كذا الملك زوين الاسره الملكيه زوينه هو ملك الفقراء ياسر من ياسر من من, من الكلام الذي نسمعه يوميا يوميا الحمد لله على انه ما يغرانا ما, ما لو كان يعني لو كان يؤثر فينا لا اغلقنا حساباتنا ماذا هذا الكلام احنا نقوله ولكن لما يقولوا الشعب لما يقولوا الشعب بطريقته الخاصه شنو هي هذه الطريقه الخاصه هو لما يعود اي واحد منكم اليوم في المغرب في الزريبه يعود يبحث على اي طريقه ليغادر الزريبه اي طريقه اي طريقه يبيع اللي عنده ويمشي يسلف والله يمشي يسرق والله يمشي يعدل الطبيله يجمع فيها الفلوس باش يحرق والله يمشي عند الجيران يجمع معهم الفلوس والله يمشي لعند عائلته باش يجمع الفلوس من اجل ان يغادر هذه الزريبه، شنو معناه؟ معناه على انه فم وضع خطير جدا رح حتى في عهد المقبور الحسن الثاني لم يصل الوضع الى هذا الحد. في عهد المقبور الحسن الثاني كانوا اللاجئين شكون؟ الذين يلجؤون من الزريبه؟ هم المعارضين السياسيين. اللي عندهم فكر سياسي ولا عندهم أفكار سياسية ولا عندهم خط سياسي ولا خطاب سياسي يذهبون إلى فرنسا ولا يذهبون شي بلد آخر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة ميتين ثلاثمية احنا نقولوا قاع خمسمائة واحد نقولوا احنا خمسمائة واحد طالبوا اللجوء في, في اسمه هو في الدول الأوروبية وكانوا معروفين ونشاطهم معروف وكانوا مؤثرين ويستضعوا النخبة لما اليوم عود الشعب كأنك كأنك تشاهد سوريا، كأنك تشاهد سوريا 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 كأن كأن المغرب سوريا، الناس عادت تمشي لسبته وتقف طوابير طوابير قدام مكاتب اللجوء، منين جاي أنت؟ من المغرب، أنت منين جاي؟ من المغرب، أنت فين من مين هارب؟ من المغرب، أنت اشتعد تعدل أصلك من فين؟ أنا من المغرب، هذا راه خطير جدا. خطير هذا الوضع خطير ويخرج علينا صاحب الدجاجه في خطابه لاول البارحه يقول لك وانه ومن يقول بان المغاربه يعيشون من فقراء وان ولم... يا يعني وش هذا؟ هذا في صحافتكم هذه صحافتكم هذه ليست صحافه لا لا الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه ولا صحافه البرتخيص هذه صحافتكم التي تقول بعد معاناة الهجرة هذا مقال بالأمس هذا مقال بالأمس ياك البارح 2 غشت ياك ماني غلط ياك 2 غشت 2021 البارح يقول بعد معاناة الهجرة والتشرد مئات المغاربة بسبتة يرابطون في طوابير طلب اللجوء البارح البارح مقال البارح ما هو مقال ويخرج علينا العياش يقول لك المغرب زوين والله يا سيدنا أمير المؤمنين وأنا أمير المؤمنين عادي صيفة الناس اللجوء واش المؤمنين بعدم كفاءته عادي يرسل الناس طوابير طوابير واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرات الأشخاص قاعدين في الشارع لا نسمع ماذا يقول أو نقرا ماذا يقول المقال شهران ونصف مرت على دخول الآلاف من المهاجرين المغاربة إلى مدينة سبتة بطريقه غير نظاميه ولا يزال المئات منهم يعانون من جمله من الصعوبات هذوك اللي هفروا هذوك اللي سهل عليهم ولانا وفروا بجلدهم الى سبته ولا على راسها العيش في الشوارع يعني هذا صاحب الدجاجه مسؤول على انه لاح شعب لاح شعب يبات في الشوارع هذا هذا اللي ساكن في القصور وياكل ويشرب ويمرح وي... ما مكانه لهذاك اشتري الزعتر زعتر زعيطر ولا زعتر ما له مكانه وهذا كرسل له مساعدات وهذاك عطيه قريمه وهذاك اللي طبل عن ندور معاه وهذاك وشعبه يموت في الشوارع وهو يخرج في في خطاباته يقول لك اه المغرب زوين والوضع زوين ونمد يدنا ونمد كراعنا ونمد كذا مدها لشعبك مدها لشعبك ياك عندك ايدك مدها لشعبك مدها لشعبك حتى لا يعيش في الشوارع مدها لشعبك هي الاولى قبل ان تمد يدك للاجانب ولا تمد يدك للجزائر التي لا يشرفها ان تضع يدك يدها في, في, في يدك مدها لشعبك مدها لشعبك بعد على الاقل باش يشوف هذه واش عندك ايد حقيقه والله لا لان كل ما تفعله لا يدل على انك عندك شيء ايد اذا كان عندك شيء يد عندك يد للشر التجسس التبرقي تشكام القراعي الحبس الدبابه اعتقل البابا ارفد باباه قرفص باباه قرفص بابا، باباها صافي هذا الشيء اللي عندك هذه مد يدك لهذا الشعب الذي يبيت في الشوارع حسب حسب صحافتك حسب صحافتك وعلى راسها العيش في الشوارع والاقتيات على المساعدات يعني شعبك وصل في 2021 يعيش على المساعدات عايش على المساعدات يمد يده للاجانب هذوك اللي تتفخ عليهم تتنفخ على سبتة تنفخ على اسبانيا تنفخ عليهم باش ب... ب... بال... بالفم بقات في نفاخة الفم بقات في في نفخ الأكتاف وانت ما عندك ولا 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 شيء لا إقتصاد لا صناعة لا كذا قاعد غير الكذب عندنا الصناعة عندنا صناعة السيارات عندنا صناعة اللقاح عندنا انت عندك صواريخ قاع جا... عندك عندك شي صواريخ يمرقوا من القصر ما نشوفوه. عندك الصناعة الحربية تبارك الله عشرة زيرو. عاد شعبك يقتات على المساعدات عاد مد في الشوارع في اسبانيا باش باش يعيش باش يعيش في اسبانيا في اسبانيا انت اللي قاطع معها قالك العبور لن نستعمل الموانئ الاسبانيه ايش عندك انت اش عندك انت اللي لي اش عندك تنفخ اش عندك باش تتنفخ اش عندك عندك الفقر والدعاره والحشيش هذا الشيء باش ليه تنفخ تنفق بالتكنولوجيا تنفق بالاقتصاد تنفق بالحمايه الاجتماعيه تنفق بالشغل اه، تنفق ب... بشي حاجه اللي هي مفيده الصناعه العسكريه التكنولوجيا ما انت باش تنفخ لي بحبوا لي اليدين حبوا حبوا ايديا مو حبوا ايديا لان ذاك في رابطه البيعه والشراء وفهمت امير المؤمنين وانا امير المؤمنين وقال جديه وقال عمية وقال خالية على رأسها العيش في الشوارع والاقتيات على المساعدات وذلك على أمل تحقيق حلمهم وإكمال الطريق نحو أوروبا باغني يخلوها قال لك غير سكن فيها ياك زوين هذه المغرب زوين المغرب تبقى الجنة واسكن فيها سكن فيها تبرع فيها أنت مد قدميك فيها مد قدميك يمينا وشمالا كما تريد احنا خلينا احنا خلينا نمشي اخوان اوروبا باتوا في الشوارع ورغم المعاناة المتعددة التي انطلقت من الحدود أثناء محاولة الهجرة واستمرت مع موجات التوقيفات والترحيل القسري وغيرها من المشاكل يعني شعبك مسيكين لحتوا في من شيء من الكوارث التي لا تعد ولا تحصى بعدم قم بعدم مسؤوليتك لأنك ماك مسؤول أنا نقولها لك أنا نقولها لك بصريح العبارة وأقولها حتى لأولئك الذين يشتغلون معك ذوك اللي يخدموا معاك واللي اللي تعينهم ها الظاهر الشريف ها الظاهر الشريف ما خاصكم شي نقالو المعقول ما هو عندكم المعقول لم لم تولدوا بالمعقول كما يقول كما يقول الدارجه ما عندكم مسؤوليه لا تتحملون المسؤوليه بعيد عليكم المسؤوليه خاصكم خاصكم قرون وقرون باش تعودوا تتحملوا المسؤوليه وتعودوا تؤدوا الثمن على على خيانتكم للامانه اللي تنعطى لكم يعني شعبك لحتوا في اللجوء لحتوا في اللجوء شعبك جيعان مفقر منكرفص ما عنده قيمه في العالم ما يعطي حد اعتبار لا تدافع عن شعبك لا تكلف محامين حتى لما يقع شي مصيبك شي, شي مصيبه كحل شي مغربي في الخارج راسك ما عندك شي والو ولكن المقرد لا المقرد المقرد لا تخلص عليه المحامي آه المقرد خلص عليه محامي وتأمر صحافة تسريبة باش تهتم به وتكتب عنه وتنشر عنه علاش يقول سيدنا او سيدنا او سيدنا ونجح سيدنا ونشا و... و... وتبارك الله وتفوق سيدنا و... راهو مرة قال واحد الاغنية درك في عيد العرش صافي هذا المقرد تخلص عليه ولكن الشعب مسكين الفقير لا 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 تراسك ما تسمع تقفل وذنيك تكفى الوضريك، تغلق تغلق كل امكانيات باش انقال راك راه رك... في راسك. وغيرها من المشاكل والصعوبات التي اعترضت طريق المهاجرين المغاربه الا ان المئات ممن لا يزالون في المد... في المدينه المحتله سبته يعني رأى رأى اللي رومنا راهي محتله ما والو راه اصلا راه الملوك العلويين اللي عطاوها لاسبانيا ل... ل... عطاوها لهم مقابل البشكل يفضلون واقعهم ذاك شكون هو الواقع؟ هو المبيت في الشوارع والتسول وتسول المساعدات واللجوء يفضلون عدد اللي يحلوا عليكم فهمهم هذا العياش اللي يقول لك ها الله لا اه 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 يضحكوني كلامهم يقول لك والله لا احنا راه غادي نرجع للمغرب وراه غادي ندوزوا الصيف في المغرب وانت راه ما غاديش ترجع للمغرب اه رجعوا غير هذوك اللي هذوك اللي في سبتة رجعوهم للمغرب ياك هذوك اللي في سبتة ياك هذوك مغاربة ما عندهم مشكل ولا رجعهم, من المغرب. رجعهم من المغرب رجعهم المغرب يلا رجعهم المغرب واعطيهم حقوقهم إلا أن يفضلون واقعهم ذاك على العودة إلى المغرب يعني يفضلون على أن ذاك الواقع على أن يعودوا للمغرب ويعبرون عن أملهم في الوصول على إس... إلى إسبانيا وإيجاد فرصة العيش الكريم لأن إسبانيا توفر لهم العيش الكريم الدول الديمقراطية توفر لهم العيش الكريم اما الزريبه توفر لهم التمرميد والتكرفيص والحبس والحبس اذا تفتل حقك تمشي الحبس بدل العوده الى الواقع الذي تركوه وراءهم حلم الانتقال الى الفردوس المفقود يدفع هؤلاء المهاجرين على اختلاف اعمارهم ومنهم عائلات مصحوبه باطفال صغار سوريا 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 وكان هذه الزريبه طايحين عليها شي صواريخ انا ما هي في جاتهم شي صواريخ من من شي شي عدو خارجي فاصبح يعني شي فرد سبته وشي قايس لي مليليا وشي اللي يبغى يدخل الجزائر بطرق غير شرعيه المهم آه الوضع بحال بحال في سوريا راه بحال في سوريا فقط انه كاين واحد, واحد 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 قال له صاحب الدجاجه يخرج كل مره باش يجمل لكم يصبر لكم الواقع والواقع الواقع زوين والواقع راه فيه وكل شيء الحمد لله بخير وعلى خير وليس لا وجود لاي فقراء وانا نحشم بلاصتك نحشم بلاصتك لا يوجد الفقراء لا يوجد الناس اللي تبيع تبيع لحمها باش ت... باش تعيش اذا عائلات مصحوبه باطفال يعني صغار يعني ما ما فقط الاشخاص ما هم العازبين الى المرابطه في طوابير طويله امام مكتب اللجوء لتقديم طلباتهم بشكل شبه يومي. وعلى طوابير الانتظار تبرز صعوبات جديدة فالمهاجرون في حاجة إلى دفع رشاوى وشراء الأرقام حتى يتمكنوا من فرص فرصة دخول مكتب اللجوء وتقديم طلبهم بدل العودة الخائبين وانتظار يوم جديد وهذوك اللي تقول انت جسم غريب ذوك الصحراويين اللي تقول بانهم جسم دخيل جسم دخيل ياك يعني هذوك لاجئين هذوك لاجئين هذوك لاجئين ويعيشون على ارض اللجوء ويعيشون عليها لمده 45 عام 45 عام عادوا الان يدفنوا شيبهم الذين ذهبوا ذاك النهار ذهبوا 75 عادوا يدفنوهم اليوم واحد تلو الاخر الله يرحمهم ولكن رغم ذلك رغم ذلك لا تسمع عنهم هذا الشيء ما تسمع بانهم جيعانين ولا عطشانين ولا عريانين ولا ولا مقهورين ولا ولا يدخلوا الحبس ظلما وعدوانا ولا يمشوا للقناني ولا تستعمل عليهم القناني ولا اذا تكلم منهم واحد في الفيسبوك يعتقل شوف هذا هادو, هادو اللي تقول انت بانهم جسم دخيل هؤلاء الذين يعيشون في اللجوء وهؤلاء يعني يستحقون صفه اللجوء ولكن انت عندك اللي تقول بانك 14 قرن من الحضاره انا قال انا انا كل لي 14 قرن من الحضاره نضحك هذا ما حضارتاش أيها حضاره حضاره اللي تؤدي بك الى ان يصبح شعبك لاجئا واش هذيك هي الحضاره الحضاره هي تقتاس معاهم الثروات الحضاره هي تقفض انت تقفض بحالك بحالهم تقفض على على لباسك وتدخل وسط الناس وتحل مشاكل ماشي تكفل عليك الاقصار تكفل عليك الاقصار تكفل عليك البيبان وت... وت... وتعدل المتاريس ها المترس الاول ها الثاني ها الثالث الحموشي المخابرات الثانيه المخابرات الرابعه المخابرات الخامسه باش شعبك يبقى مسكين يبقى يدور في, اسمه في ينادي اه صاحب الدجاج يا صاحب الدجاج اينك دجاجه الملك اينك صاحب جلاله الملك انا الا آه صاحب دجاجات الملك راه وراه عشرين الف طابور من من المخابرات باش باش ما يتحرك باش ما يعطي الناس حقوقهم شوف هذو لاجئين لاجئين في مخيمات اللاجئين تعترفون الامم المتحده على انهم لاجئين ولكن ما عندهم هذه الظواهر اللي عندك وبكرامتهم وشرفهم حتى وهم في اللجوء حتى لم حتى هم في اللجوء حتى ان كانوا في اللجوء بكرامتهم وشرفهم وحتى اللي خدام معاك حتى اللي كان خدام معاك ولا خدام في مؤسساتك وطرد ظلما وعدوانا بكرامته بشرفه وهو في اللجوء في 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 ارض اللجوء ارض الله الواسعه ولكن له رغم ذلك بشرفه وكرامته اللي ما عندك انت واللي ما عند المسؤولين. اذا ونقلت وسائل الاعلام المحليه ان المهاجرين المغاربه الذين يصطفون بالمئات ويفترشون الارض وينتظرون دورهم الذي قد لا يحين الا بعد ايام او اسابيع او حتى اشهر. ونقلت ذات المصادر عن عدد من المغاربه الذين ينتظرون في طوابير اللجوء الطويل ومنهم حدادون شوف شوف الفئات اللي هربت شوف الفئات راه ماشي غير اللي مشى ما مشى الجامعه والله ما مشى المدرسه الحدادون النجارون الخبازون نزيد انا هون نزيد نزيد ما عندي انا بحكم معرفتي اصحاب الاجازه اصحاب الدكتوراه درك هما من المخازنية المخازنيه اللي, مخ... اللي طلعت لهم التصاليره خمسة 5000 درهم شهريا شنو درهم خمسه ما تعيش نتا ب درهم علاش ما تعيش انت درهم علاش مخلي مخازنين ما يخلص خمسة درهم يبدا بخمسة درهم علاش تعيش درهم علاش تعيش مليون سنتيم في النهار عيش نتا حتى انت... حتى عيش انت درهم في الشهر والله اعطي والله يعيش ب 5000 درهم في الشهر باش تعرف قيمته 5000 درهم في الشهر اش اللي يتعدل بها هذو المخازنيه حتى هما عادوا يا فيرون قالوا لك اخويا نخلي لك هذيك 5000 درهم غير ربح بها اعطيها لشي اعطيها مالي شي وحدين ثانيين حتى هما مسكينين ينقضوا انفسهم لفتره وجيزه اذا ها الدكتوره هكذا قريبا تسمع الاطباء حتى هما يحرقوا من بعد تسمع تسمع المهندسين يحرقوا تسمع الرياضيين الرياضيين حرقوا آه الرياضي الابطال 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 هذاك اللي مشى لاسبانيا ما لا اذكر اسمه اللي لاح لكم الميدانيه في البحر واللي تبعتوه حتى لم تبعتوه عند الجامعه الاسبانيه باش ما مي... باش ما يكمل معاه باش تعرفوا الحقد اللي عندكم الحقد حقودين حقودين تعيشون بالحقد ملانين من الحقد يعني حتى هذاك سهل عليه الله سبحانه وتعالى وركب في البحر وغامر بحياته الحق الإسبانية وعطاته الجنسية الإسبانية وعاد له يشارك معهم وعاد له يعتبروه بشر تابعين أنتم عند الجامعة باش ما باش ما يشارك معهم يعني أي حقد أنتم مناش مصنوعين مناش مصنوعين مناش مناش وما هي حالة ولا ثنتين ولا ثلاثة الآن رياضية كذلك بطلة أولمبية منعتها من المشاركة اسمه هو آه آه منعتوها كذلك حتى هي على انها تشارك في اولمبياد اليابان ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا وضحكني البارح قال لك بعث برقيه تهنئه للبطل المغربي الذي حاز ذهبيه في كذا وكذا زعما باش يبين زعما عنده الرياضه لكن اش مع هذاك اللي عطيتوه الذهبيه ما يرجع غدر حتى هو يركب لكم شي فلوكه ويشوهكم في العالم هادشي لا يوقع لكم لانه معروف بانكم لا تقدرون الكفاءات راه يم... راه الشريف هو اللي قدر الناس الشرفاء والكف هو اللي قدر الناس الاكفاء أما... اما اللي ما عنده كفاءه ولا عنده شرف راه يبحث فقط على الناس اللي تشبه له باش يخدموا معاه اذا الحدادون والنجارون والخبازون واخرون يمتهنون مهن عديده نقلت عنهم انهم نقلت عنهم انهم ينشدون الوصول الى اسبانيا ليحيوا حياه كريمه وليستفيدوا من الحقوق التي يحرمون منها في المغرب وبسبب الاكتظاظ على مكتب اللجوء الذي لا يستقبل سوى 50 الى 60 شخص يوميا يضطر عدد من المهاجرين الى المبيت قرب المكتب في حين يضطر اخرون الى الانتظار اياما واسابيع بعد الموعد المحدد لهم نظرا للضغط. وكانت السلطات الإسبانية قد وافقت على معالجة العديد من طلبات اللجوء التي تقدم بها المهاجرون المغاربة وهو ما يمنحهم حق التنقل في كل التراب الإسباني دون تقييد ودون أن يتعرضوا لأي عملية ترحيل وقد كان هذا الخبر سببا في تقاطر مزيد من المهاجرين على مكتب اللجوء بالمدينة المحتلة أذن الوضع الوضع اللي لو كان عندي لو كنت مثلا بلاستك وكان, ها وكان هذا الوضع عندي شداني انا نتكلم انا على الجزائر في الخطاب البارح ولا وبارحة الاولى شداني انا قاعد نتكلم في الجزائر اش لاني نربح انا من الجزائر اش ربحت انت من الجزائر اش ربحت من الحديث عن الجزائر والو ما ربحت حتى شيء ضيعت واحد ست دقائق ولا سبع دقائق كان بامكانك على انك تعالج فيها مشاكل المغاربه كان عليك تعالج فيها مشاكل حقوق الانسان اللي عندك كان عليك تعالج فيها مشاكل الاحباس اللي عامره عندك اسمه هو اللي عندك في 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 الزريبه فقط ما اما اما الجزائر او انت مد يدك للجزائر ولا تمد كراعك ولا تذل لهم راهم قام محاسن بك كانك واش انت موجود في, في, العالم ولا لا لان راه كل العالم كامل عارف قصتك اذا شوفوا شوفوا هذا الواقع اللي اللي اللي, نشوفوه يوميا وكاين واقع اخر العياش يدافع عنه ويحاولوا يجملوهن ويحاولوا على انهم يقدموهن على اساس انه هو الواقع الحقيقي بينما الناس راه كاملين عارفين الحقيقه لان نسمع واحد مهاجر مغربي ندم ندم علاش جا جا الزريبه ندم ما نبين لكم وجهه لا باش لا تنتقموا منه لينا الوزير كيجي لبرا كيبقى يقول لنا المغرب فيه النعناع فيه القصبر فيه هادي فيه هادي فيه هادي ما فيه والو فيه غير الشفاره ما فيه والو في غير الشفاره غير الشفاره الاداره اللي كتمشي ليها كيقول لك جيب هادي يقول لك سير هادي كيمشي لعند العامل كيقول لك لا لا مع هذا الشهادة هذا ما عندناش الخبر ديالو كيقول لك سير النيابه تيقول لك لا, لا ما عنديش الخبر تمشي للباشا والو انا الباسبور مات ليا في شهر خمسه مشيت عندهم السيرفيس تاع لي باسبور كيقول لك ما كنديروش ودابا كلشي مبلع كورونا كورونا هما اللي داروا كورونا ما كان لا كورونا ولا هم يحزنون ما فاش كتبت بهم الوزارات الخارجيه صيفطوا لي ميساج اللي هم هما قال لك فوتر باسبور اللي فاليدي يعني هاد الناس هادو كيكذبوا علينا وصافي عينا بالكذوب عينا بالكذوب عينا بالكذوب ولادنا حنا عشنا 40 سنه كان اللي عاش 50 سنه ولادنا ولادنا كان اللي في عمرهم 30 40 سنه راه ما يجيوش للمغرب ملي كنبينو حنا هاد الطيور ونديرو هاد الفريم وهاد الروينه الكحله كيقولوا لنا بابا اش دير كدير دي بيتيز كندمنا على هادشي الدواء ديال السكر كيكمل لينا كتمشي تشري بواطا ديال الدواء ديال السكر كيقول كي لك 700 درهم 300 درهم 400 درهم فرنسا كتعطينا كل شيء فابور لا كثر خيرها لا يخلف عليها هاد الناس هادو الله ياخذ فيهم الحق الواقع هذا هذا هو الواقع الحقيقي هذا مهاجر مغربي مشى 40 سنه في فرنسا ولد ولاده في فرنسا ولا كبروا في فرنسا ها راك شفتوا كيف يفكرون قالوا له راك دي بيتيزا الوليد كما يقولون اش بدك تمشي تشتري شي فيرما ولا تمشي شي تشري ديار في المغرب واش اليوم اللي مشد فلوسه من الخارج باش يبني بهم فم ولا يشري بهم ولا يعدل بهم مشروع واش ما واش ما ضرب الله واش ما كذب عليه مليتو غدا بده ياكلوا لك الشفاره فم ما كاين لا قانون ولا حقوق ولا اي شيء الطبيب قال لك بانه حتى لما يمشي يشري الدواء يقول لك 700 درهم 500 درهم 400 درهم وفي فرنسا تعطيه مجانا مجانا أيوة اليوم فرنسا تعطيه مجانا والمغرب ما يعطيه مجانا على الواقع الواقع في اسبانيا احسن من الواقع في المغرب والواقع في فرنسا احسن من الواقع في المغرب علاه. شنو 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 اين يوجد الخلل لماذا الفرنسيين ما يطلبوا اللجوء والاسبانيين يطلبوا اللجوء حتى ما يعودوا يمشوا للمغرب اذا كان بهذا الواقع اللي اللي تصورونا على الناس ما تمشي تطلب عندكم اللجوء الا كان كل شيء موجود وبخير وعلى خير وما ما والفقر ما هو كاين والمخدرات ما هي كاينه والظواهر الاخرى ما هي كاينه على ما يشهدوا الناس يطلبوا اللجوء ولكن لان الحقيقه راهية هذه هو على انه واحد حول المغرب حول المغرب حول المغاربه مساكنين للاجئين ولكن امتى الان في الالفينات كيف ما حول الشعب الصحراوي الى لاجئين من خمس من 75 من خمسة 75 يعني خمسة 45 سنة وهو يظلم هذاك الشعب الصحراوي يظلمه ويتعدى عليه وينتقم منه ويدلس عليه ويكذب عليه ويرشي من أجل باش يسلب حقه والآن جاء الدور على الشعب المغربي حتى هو خاص يعود لاجئ مشتت في البلدان الأخرى يبات في الشوارع يبات ينتظر اللجوء يبات ينتظر الوثائق يبات يشتري البلايس باش يدخل الى مكتب اللجوء بسرعه باش ينعم بالعيش الكريم في بلاد في بلاد الاخرى في بلاد العز في بلاد الناس اللي فعلا يحترموا شعوبهم اللي فيها السياسي السياسيين سياسيين حقيقيين ماشي شفاره ماشي مقابل حياته كامله هو يشفر حياته كامله هو يسرق حياته كامله هو قاعد كيفاش يجمع الفلوس جمع هذه حط هذه عمر الخزينه عمر البنك عمر بنما عمر سويسرا اللي شي فلوس سير سري بهم اقصر في باريس والشعب مسكين ما والشعب لاجئ هذه الحقيقة نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن تكونوا بألف خير أشكركم على المتابعة وأدعوكم إلى مشاركة هذا الفيديو وكذلك الناس لا يتابعون على مستوى اليوتيوب أن يقوموا بالاشتراك في القناة إن أعجبهم الفيديو وكذلك أن يقوموا بمشاركته وحيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته